السلام عليكم خوتي، انا ما كنتم حيث وجدتم. السلام عليكم بدون استثناء سواء في الداخل او الخارج. اليوم رحنا دائما في قريه ولد عباس، قريه منسيه هذه. اليوم راح نوريكم واحد الخندق. الخندق داروه باه يديروه الحرب العالميه، الحرب العالميه الثانيه ولا الثالثه. راك تشوف ما شاء الله، هذه محسوبه انهم داروا لهم الطريق. السلام عليكم عمير حسين لاباس. راك تشوف الطريق هذا كي يصب المطر، هذه محسوبه على التي في سي، محسوبه على الجماعه بلي دار لهم طريق. راه عندي لكم اخوتنا الخندق. الخندق داروه باه يتخبوا فيه الحرب القادمه، حرب الرمال. ما داروا هذوك، تشوفوا اخوتنا هذه داروها اكرمكم الله، داروها شبكه خاصه للصرف الصحي. داروا هنا حاشاكم اكرمكم الله، القريه ما فيها والو، ما فيها لا طبيب لا قاعة علاج. قاعة علاج يجيب فرملي برك، يجي وحده يديرو واش يقدر يخدم، طبيب كان يجي ولا ما يجيش. قاعة مركز بريد، فرع بلدي، والمندبة كبيرة ان شبكة الصرف الصحي. شبكة الصرف الصحي هذه عطاوها المقاول، هذا المقاول حفر ومحسوبة على البلدية، ومن بعد هرب راح. شوف هذه في 2016 يا جماعه، واحد يطيح له هنا طفل ولا حشاكم بقره ولا كبش ولا. شوف ها هذه هنايا في درهمه، وراه هذو عطاو المقاول محسوبه على البلديه. شوف ولا درنا تطلع على مدرسه، يعني يديروا خندق راح يديروا فيه حرب. لا لا الحرب العالميه جايه. ها مزيان الجماعه عندهم بلاصه ويتخباو. شوف الطول تاعو شحال، اكثر من كيلومتر. الناس تعمل ما يديروا مجال المياه تاع بيت الماء حاجة ما او كان واحد يطيح هنا يتكسر. شوف شو واحد عنده بقرة ولا حاجة يطيح هنا دايم الله، واحد يجي في الليل يطيح هنا. هذه محسوبة على بلدية المنصورة، المقاول اللي خدمها خلص عليها كلاها وراح، ما كان لا متابعة ولا محاسبة. مادام الدرهم راهي ماشية والدرهم خزين الحكومة كاينة راه يمشي كلش. هذه قال لك تكلف 3 ملاير، ما كان لا جريمية ولا يحزنون. ساكن انا كل واحد يرش الماء في جهته. المهم خاوتي والحديث بقية، تحياتي لكم وربي يحفظكم خاوتي. اليوم راه ريح وجماعة الربراب راه ما هو الربراب حفظ حفر رهيف الجبل ها ويدفت في الزجاج ولا مش عارف، هذاك موضوع اخر ان شاء الله. الربراب والاخر وجماعته واحد اخر معاه. المهم خوتي ربي يحفظكم، تحياتي لكم الله يحفظكم. دائما من قريه ولد عباس بلديه منصوره ولايه برج بعرويج، التنميه المستمره.